اسمحوا لي أن نبدأ أمسيتنا اليوم بأبيات شعرية من فناني مصر. طبعا الحب دايما يتجمعين، وإحنا النهاردة علينا العين، لمتنا هتشوفها الملايين. مصر والإمارات سنين وعشرة غالية، بالأخوة والمحبة رايتنا عالية. بتقول لنا كريم بتحضر لنا ايه حاجات فنيه؟ طبعا عارفه الاول انت طالع من هنا على مراكش عندك فيلم هناك، تقول لنا على الموضوع ده الاول. الفيل الازرق الحمد لله بقى، يعني انا فرحان جدا جدا الحمد لله يا رب ان الفيل الازرق مهرجان مراكش اختاره، وهو اول فيلم مصري منذ انشاء المهرجان من 15 سنه يخش المسابقه، فحاجه فرحاني جدا. فطالعين من، انا طالع من الامارات على المغرب ان شاء الله، وبنحضر مسلسل لرمضان اسمه وش تاني، اخراج الاستاذ وائل عبد الله وانتاج الاستاذ لؤي عبد الله والاستاذ محمد فوزي، وهنعرضه رمضان 2015، وهتبقى فيه يعني ان شاء الله تبقى شخصيه جديده ومفاجاه جديده. سسبنس ولا؟ والحاجه اللي فرحانه جدا كمان جدا وعايز اقولها، ان مهرجان مراكش السنه دي مكرم استاذنا ونجمنا الكبير الاستاذ عادل امام، فدي حاجه فرحانه جدا. حق تتقال للأمانة، انتوا أكثر شعب كان واقف معانا، شفنا في الأزمات حاجات ما تجيش في بالنا، شفنا شعب عزيل في وقت الشدة شالنا. اولا شعب الامارات هو فعلا جزء مني، لان انا اتربيت هنا شويه اول 10 سنين من حياتي، يعني اتولدت تقريبا هنا، فهو شعب مش بعيد عني، انا قريب منه على طول، وانا بعشق شعب الامارات، بعشق دوله الامارات، فاي حاجه الامارات ما بترددش وبروح على طول ما اتكلمش. بشكرهم على التكريمات اللي اتقدمت لنا في خلال الاسبوع اللي فات ده كله لغايه النهارده، بشكرهم جدا. لما تسمع عن دبي وسحر الشعب عايز يضحك، الناس محتاجة تفرح، عايزين نرسم على وشوشهم ابتسامة، عايزينهم سعداء، فده من حق الناس بصراحة، وده يعني واجب وطني النهاردة ان احنا نضحك الناس، واحنا كمان عايزين نفرح وعايزين نضحك، فاحنا لازم نستمتع باللي احنا بنعمله ان شاء الله، يعني لازم يبقى كوميدي يعني ان شاء الله. تحب تحكي لنا عنه شوية من غير ما نحرق الأحداث، يعني الفكرة بشكل عام؟ والله هو أنا يمكن يعني أنا هعمل أربع شخصيات في المسلسل، الأب وولاده الثلاثة، استنيه المسلسل ده هيبقى صعب شوية بس إن شاء الله يعني، بس هيبقى لطيف جدا. حسيتي كتير قوي، قولي لي عملتي ايه؟ والله بس هو انا ما كنت تدخلنا بس بعد فتره الحمل وطبعا الرضاعه، لكن هي الكاميرا بتظلم قوي، انا ده الكومنت اللي بسمعه طول الوقت من الناس في الشارع، بس هي الكاميرا في السينما او كاميرا في التلفزيون بتخن الممثل بتاع يعني ربعه يعني، فانا تقريبا دلوقتي يعني بقيت وزني الطبيعي يعني. وبهذه المناسبه العزيزه على قلوبنا نترككم مع اغنيه تحياتي. كيف سلام سلام أمانة ليكم من أرض السلام، ومن قلوبنا كل حب واحترام لشعب الإمارات. تحياتي للشعب الحر الإمارات، تحياتي أنا بين حبايبي بين إخواتي، تحياتي والواحد واحد سلاماتي، تحياتي للشعب الحر الإمارات. الكرم والضيافة والاستقبال والتنظيم وكل حاجة حلوة قابلونا بيها الشعب ده والناس هنا شعبا وقيادة، يخلوا الواحد حقيقي فخور بأن الإمارات دي بلد عربي، وأن هم إخواتنا أهلنا وكأننا إحنا بالضبط. واسمحوا لي أن
احمد النور رئيس المجلس الوطني الاتحادي. كما ندعو سعادة المستشارة نبيلة مكرم نائب القنصل العام لجمهورية مصر، وسعادة الدكتور صلاح القاسم مستشار دبي للثقافة، بالصعود الى خشبة المسرح.